السلام عليكم ورحمة الله. حبيب قلبي كاريبيرو، تعالى نعمل ريفيجن على الليسنز اللي احنا درسناها مع بعض. الفيرست ليسن قال لك اتكلمنا شوية عن السيتس، ابتدينا نعمل ريفيجن على السيت اللي هي الكاونتنج نمبرز، اللي هي عبارة عن 1 2 3 4 and so on. ابتدينا نفتكر مع بعض السيت اللي خدناها في جريد 5 اللي هي الناتشرال نمبر، والسيت اوف ناتشرال نمبر هي عبارة عن الكاونتينج يونيون زيرو، أنا بزود بس زيرو. بعد كده مثلا ابتدينا نتكلم عن الانتيجرز اللي درسناها في جريد 6 سكند تيرم، اتكلمنا ان احنا عندنا الانتيجرز فيها بوزيتيف انتيجرز اللي هي 1 2 3 4 اند سو اون، وفي عندنا نيجاتيف انتيجرز اللي هي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اند سو اون، طبعا يونيون ذا سيت اوف زيرو. مستر دخلنا في السيت الجديدة بتاعتنا اللي هي سيت اوف راشونال نمبر، اتكلمنا عن الراشونال يا مستر ان هي اي نمبر وي كان رايت از فراكشن، هي تعتبر اي نمبر جواها بيتكون من فراكشن، نقدر نكتبه في صورة فراكشن اللي هو اي اوفر البي. طبعا هنا مستر بيقول لك ذا سيت اوف راشونال نمبر اللي هي وي كان ريفير تو ات باي ليتر كيوب، حضرتك بنقدر نقول ان الراشنال نمبر نعبر عنها بالست، الست ديت نعبر عنها عن كيو ليتر كيو، حضرتك وي كان رايت از اي اوفر بي، بس في عندنا كونديشن. ايه هو يا مستر؟ الكونديشن بتاعنا ان البي مصنت ايكوال زيرو، لازم يا مستر الدينومينيتور بتاع الفراكشن ما يبقاش زيرو. يبقى انا هنا مستر شرط ان يكون النمبر اللي عندي راشنال ان يكون الدينومينيتور نوت ايكوال زيرو. طيب تعالى كده مثلا نشتغل مع بعض ونشوف. اول حاجه معانا بيقول لك complete if 5 over a is irrational. مستر قال لك هنا a over b rational، يعني ايه يا مستر rational؟ يعني denominator not equal to zero. طب هنا الدينومينيتور مين؟ لك الدينومينيتور هنا بالنسبه لنا هو ال a، يبقى ال a دي mustn't equal zero، ما ينفعش تبقى equal to zero. تعالى نروح للاكسرسايز 2، بيقول لك the number 3 over x minus 2 is rational. قال لك ده rational، يعني ايه rational يا مستر؟ يعني الدينومينيتور mustn't equal zero. طب يا مستر ايه اللي يخلي لي الدينومينيتور زيرو؟ حضرتك خده على جنب. ايه الدينومينيتور بتاعنا؟ الدينومينيتور بتاعنا هنا يا مستر هو عباره عن x minus 2، فانا على جنب كده يا مستر هبدا اخد الx minus 2 دي وهعملها ايكوال مع الزيرو. طب ما واحد ممكن يحلها بسرعه يقول لك ايه، انا عارف يا مستر ان اكس هنا لو حطيت مكانها 2 if we substitute with 2 هذاك الريزلت هتطلع بزيرو، لان 2 minus 2 equal 0. واحد تاني مش عارف، هتبدا تحلها كايكويشن، هذاك الايكويشن يبقى انا لازم اخلي الاكس لوحدها في جنب والنمبرز كلها في الجنب التاني. فاحنا هنبدا اول حاجه نحرك النيجاتيف 2، هتروح الجنب التاني حضرتك بالاوبوزيت اوبريشن هتبقى بوزيتيف 2. حبيب قلبي هنا هتنزل الاكس في الليفت سايد، في الرايت سايد هتبقى 0 بلس 2، 0 بلس 2 جيفز اس ايه يا مستر؟ 2. يبقى انا مستر هنا نقدر نعمل سبستيتيوت بالاكس 2، يبقى انا مستر هنا الاكس mustn't equal، ما ينفعش تبقى equals ايه؟ 2. السؤال اللي بعده نفس الفكره يا مستر، قال لك هنا the number 2 over 3x is irrational. راشونال يا مستر يبقى حضرتك كده الدينومينيتور mustn't equal zero. طب الدينومينيتور هنا ايه؟ 3x. 3x يا مستر يعني 3 تايمز الx. 3x يعني 3 تايمز الx. المفروض الكلام ده ما يبقاش equal zero. طب امتى يبقى equal zero؟ حضرتك اكيد 3 تايمز كام يدينا zero؟ طبعا يا مستر هنا الx تبقى zero. يبقى هنا يا مستر الx ما ينفعش تبقى equal ايه؟ الزيرو. طب انا نسيت مش عارف حلها كايكويشن مستر، هنبدا نعمل موفينج لل 3. ال 3 هنا الاوبريشن بتاعها مالتبلاي، تروح الجنب الثاني بالديفايدد باي، يبقى انا هعمل ديفايدد باي 3، ادي الايكوال. الليفت سايد بتاعنا هيبقى الاكس، الرايت سايد هنا عندنا 0 ديفايدد باي 3، 0 ديفايدد باي 3 ايكوالز 0 زي ما هي مستر. يبقى هنا الاكس mustn't equal zero. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا the rational number هو rational، خلاص already يعني الدينومينيتور mustn't equal zero، بس ركز المره دي اتكلم عن حاجه ثانيه.
قال لك ايه يا استاذ؟ قال لك الفراكشن ده كله ايكوال الزيرو. الفراكشن ده كله ايكوال الزيرو. طب يا مستر امتى يبقى ايكوال زيرو؟ حضرتك لما يكون النيميريتور بتاعنا، النيميريتور اللي موجود فوق ده هو اللي بزيرو. يبقى احنا مستر هنا الفراكشن قيمته كلها تكون زيرو لما يكون النيميريتور اللي فوق ايكوال زيرو. هنبدأ نحلها على جنب كده، 4 ماينس اكس ايكوالز زيرو. مستر حضرتك هنا 4 ماينس كام يديني زيرو؟ سامع بتقول لي 4 ماينس 4، يبقى 4 ماينس 4 ايكوالز زيرو. يبقى هنا يا مستر الاكس هتبقى ب 4 ايكوالز 4. خلي بالك في اسئله الراشونال، لو قال لو هو بيتكلم عشان تبص تحت حضرتك هتلاقي لازم في كلمه نوت او عامل لك doesn't equal. هنا مستر doesn't equal اهي، هنا doesn't equal اهي، doesn't equal. اول ما تلاقي doesn't ديت يبقى انا ببص على الدينومينيتور اللي تحت. لما تلاقي هنا على طول ايكوال كده دايركت، على طول ايكوال كده دايركت وفي زيرو، حضرتك بتبص على النيميريتور اللي فوق. مسألة كمان قال لك the rational number x minus 5 over x equals 0. قال لي ايكوال ايه؟ زيرو. يبقى انا مستر هنا ايه اللي هيخلي لي الفراكشن ده كله بزيرو او الراشونال نمبر ده كله بزيرو؟ لما يكون النيميريتور عندنا ايكوال زيرو. طيب اكس ماينس ال5 ايكوال زيرو، سامعك بتقول لي 5 ماينس 5 ايكوال زيرو. طيب واحد تاني يا مستر مش عارف يحلها، هنعمل موفينج لل نيجاتيف 5 دي هتروح الاذر سايد هتبقى بوزيتيف 5، وتبدا تكتب الليفت سايد عندنا هنا ايه؟ اكس. الرايت سايد هيبقى 0 بلس 5، 0 بلس 5 جيفز اس ايه؟ 5. يبقى انا مستر هنا حضرتك الاكس ايكوالز 5. السؤال اللي بعده مستر عندنا هنا، مستر هنا 1 اوفر 4 ايكوالز هاو ميني بيرسنت. طبعا احنا درسنا برسنتج في جريد 6 فيرست ترم، وعرفنا مستر ان انا لو حبيت اعمل كونفرت انتو بيرسنت بعمل تايمز 100. يبقى ال 1 اوفر 4 دي هعملها تايمز 100، هتطلع يا مستر ايكوالز 25%. برضه بنفس الطريقه حضرتك هنكمل باقي الاسئله. حضرتك هنا هتعمل تايمز 100، هتكنسل دبل زيرو مع دبل زيرو، هتلاقي 21 اوفر 10، يعني هكتب ال 21 والديسيمال بوينت افتر 1 ديجيت. نركز مع بعض في الاكسرسايز ليتر نمبر 8. هنا جايب لنا ذا ابسولوت فاليو اوف نيجاتيف 0.4. مستر التو لاينز دولت الابسولوت فاليو درسناهم في جريد 6 سكند ترم، عرفنا مستر ان الريزلت بتاعتهم بتطلع بوزيتيف، يعني يا مستر هنا النيجاتيف دي راحت خلاص مش موجوده، لكن ما بتغيرش الفاليو للنمبر. النمبر بتاعنا 0.4 يبقى 0.4 زي ما هو. طب انا عايز اعمل له كونفرت انتو بيرسنتج، فانا هعمل 0.4 دي تايمز 100، هذاك الريزلت هتطلع ايكوالز 40، وتبدا تكتب. نروح لسؤال تاني مستر، نروح لاسئله خاصه بالريكيورنج نمبر. وهنا مستر خلي بالك معايا حبيب قلبي، الريكيورنج نمبر دي تكرار لديسيمال بس بطريقه معينه لفورم معينه. ازاي يا مستر؟ يعني حضرتك مثلا كده ركز معايا، لو جيت جبت لك هنا مستر الكالكوليتر اللي قدامنا دي وكتبنا فراكشن از 1 اوفر 3، 1 اوفر 3 ودوسنا ايكوال كده مستر ودوست اس دي، هتلاقي حضرتك ان ده عباره عن زيرو وعملها لك في قوسين كده، يعني زيرو 3 3 3 3 3 3 3 3 3 متكرره كتير جدا. طب يا مستر دي اكتبها ازاي؟ حضرتك احنا بالنسبه لنا لما بنيجي نكتبها از ديسيمال فبتبدا تكتب 0.3 وتقوم حاطط فوق ال 3 دوت، تحط فوق ال 3 ايه؟ دوت. ده كده انا بعبر عن 0.333333 كتير يعني. طب مستر افرض ان هو جاب لك ال 0.3 بالطريقه دي وطلب منك ان انت تعملها كونفرت انتو فراكشن، طب هنعملها ازاي يا مستر؟ حضرتك حبيب قلبي هنا هتبدا تكتب في الكالكوليتر 0 بوينت وتكتب 3333 لحد ما تملى الشاشه كده للاخر، يعمل لك سهم كده ان انت مليت الشاشه للاخر، ودوس ايكوال هترجع لك الفراكشن.
وهترجع لك الفراكشن. طب السؤال اللي معانا هنا مستر جايب لك ايه؟ قال لك 0.57 وعليهم تو دوتس. يبقى انا مستر هنا لما اجي اشتغل هبدا اكتب في الكالكوليتور 0.575757575757575757 لحد ما الكالكوليتور تملى خالص. حضرتك دوس ايكوال هتطلع 19 اوفر 33. يبقى هنا طلعت يا مستر 19 اوفر 33. يبقى اللي تشوز الاول هنا بالنسبه لنا 19 اوفر 33. السؤال اللي بعده جايب لك هنا the absolute value of negative 8 over 25. حبايب قلبي حضرتك طبعا هي عباره عن بوزيتيف، خلاص النيجاتيف دي راحت عشان الابسوليوت فاليو. طب يا مستر في البدايه طبعا هنا اول اجابه عندنا نيجاتيف فمش هتبقى معايا، والسكند ريزلت هنا او السكند تشويس هنا بالنسبه لنا برضو نيجاتيف فمش هتبقى معايا. حضرتك لما تيجي تكتب 8 اوفر 25 في الكالكوليتور هتطلع يا مستر عباره عن 0.32 بس. خلي بالك ما فيش 32 32 32 32 32، يعني ما فيش تكرار. يبقى الريكيورنج نمبر دي بالنسبه لي مش موجوده، اللي عليهم تو دوتس دول كمان مش موجودين، فهتبقى الاجابه بتاعتي اكيد الاخيره. طب ازاي يا مستر جيت؟ هو كاتبها هنا بالبرسنتج، فحضرتك هتبدا تعمل تايمز 100 لل 0.32 هتلاقيها طلعت معاك 32 وتحط علامه البرسنتج. السؤال اللي بعده جايب لنا هنا مستر بيقول لك 12% equals كام؟ how many؟ حبيب قلبي اول حاجه لازم تبقى عارفها ان 12% دي عباره عن 12 over 100. 12 over 100 حضرتك هتعملها في الكالكوليتور على طول، 12 divided by 100 تطلع لك as fraction 3 over 21. السؤال اللي بعده بيقول لك the rational number is negative. دي من الاسئله المهمه جدا. اف هو عايز النمبر اللي قدامنا ده يبقى نيجاتيف، طب ما هو اوريدي عليه النيجاتيف يا مستر، يبقى الفاليو بتاعت الاكس دي المفروض ما تبقاش نيجاتيف، لان انا عارف ان نيجاتيف ديفايد نيجاتيف تديني بوزيتيف، تديني ايه؟ بوزيتيف. يبقى انا مستر الفاليو بتاعت الاكس دي لازم تبقى بوزيتيف وما تنفعش تبقى زيرو. خلي بالك عشان لو انا حطيتها زيرو هتبقى زيرو اوفر نيجاتيف 3 هتبقى زيرو الاجابه. يا مستر الاجابه بتاعتي لازم الاكس دي تكون بوزيتيف. طب يعني ايه يا مستر ان الاكس دي تكون بوزيتيف؟ حضرتك يعني هتكون الفاليو اوف اكس مور ذان الزيرو. الاكس دي مور ذان الزيرو، اكبر من الزيرو يا مستر. هتبقى التشويس بتاعنا هيبقى ليتر اي. بيقول لك اف اي اوفر بي از راشنال. طبعا خلاص يا مستر انا عرفت ان ال A over B rational. الكلمة دي يا مستر معناتها ان اللي تحت ده not equal zero، يبقى انا في البداية كده مستر لازم ابقى عارف ان ال B not equal zero. بعد كده مستر قال لك and A B equal zero، يعني A B يعني A times ال B gives us zero. طب يا مستر انا عارف في التايمز لما تكون الريزلت zero لازم فاكتور من التو فاكتورز اللي عندي يكونوا بزيرو. طب انا لسه قايل لك ان البي مش بزيرو، البي دي خلاص نوت ايكوال زيرو، يبقى يا مستر الاي هنا بالنسبه لي هي اللي ايكوال الزيرو. تروح تختار الاجابه هتكون ليتر اي. نروح لفكره ثانيه. مستر هنروح لليسن 2. في ليسن 2 هنا يا شباب طالب منك ان انت تعمل كومبيرنج بتوين تو نمبرز. في البدايه كده حبيب قلبي لازم تبقى عارف وفاهم ان البوزيتيف نمبر مور ذان النيجاتيف، حضرتك البوزيتيف اكبر من النيجاتيف. طيب يا مستر والبوزيتيف نمبر برضو مور ذان الزيرو، اكبر من مين؟ من الزيرو. وخلي بالك الزيرو از مور ذان النيجاتيف، والزيرو از مور ذان النيجاتيف. حبايب قلبي طبعا لو جالك بقى كومبيرنج عادي بتوين اني تو نمبرز مثلا، خلاص تو فراكشنز يعني تو راشونال نمبرز زي الصوره اللي قدامنا هنا 3 اوفر 6 و2 اوفر 3، الاثنين يا مستر دلوقتي الاثنين بالنسبه لي بوزيتيف، فانا هنا مستر عشان اشتغل انا بعمل كروس مالتيبليكيشن، بعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني هبدا اقول 3 تايمز 3 جيفز اس 9، وهنا هنبدا نقول 6 تايمز 2 جيفز اس 12.
12. مين يا مستر اللي جاب لك البرودكت الاكبر؟ حضرتك هنا ايه 12، يبقى انا مستر هنا السيمبل بتاعتي هتبقى بتبص على 12. مستر 1 اوفر 5 اند 1 اوفر 6، طبعا هنا رول كنا درسناها في جريد 3 ان لما يكون عندنا النيميريتور ايكوال ببص على الدينومينيتور واعكس الصغير هو الكبير. طب يا مستر مين الدينومينيتور الاصغر، ال5 ولا ال6؟ ال5. يبقى هنا مستر حضرتك الصغير هو الكبير، the smallest is the is bigger، فانت حضرتك السيمبل هتبص لل5. طب نسيت الرول دي، هتعمل كروس برودكت، يبقى انا هتشتغل كروس برودكت عادي، هتقول 5 تايمز 1 جيفز اس 5، 6 تايمز 1 جيفز اس 6، حضرتك هنا 6 هنا 5، يبقى 6 از مور ذان ال5 and so on. طبعا لما يجيب لك مساله فيها absolute value، حضرتك انا عارف ان absolute value بتشيل النيجاتيف، هتبدا تجيب السمبليفاي لل 10 اوفر 15، هتطلع لك ايكوالز 2 اوفر 3، وفي الحاله دي يا مستر هيكونوا التو نمبرز اد بعض. مستر طب افرض عندي نيجاتيف نمبر، يعني مثلا نيجاتيف ثيرد اند نيجاتيف هاف، مثلا نيجاتيف هاف ونيجاتيف ثيرد، وطالب منك ان انت تعمل كومبير. خلي بالك في النيجاتيف لما يكونوا التو نمبرز اللي عندنا نيجاتيف بعكس، يعني ايه يا مستر؟ انا هعمل كروس برودكت عادي، ابدا اقول 2 تايمز ال 1 جيفز اس نيجاتيف 2، حضرتك هتبدا تقول 3 تايمز نيجاتيف 1 جيفز اس نيجاتيف 3، هنا نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 3. انا بعكس بقى لما باجي احط سيمبل، الرقم الصغير هو الكبير، الديجيت الاصغر، سيبك من النيجاتيف بقى، انا دلوقتي 2 و3، مين الاصغر؟ ال 2 ولا ال 3؟ ال 2، فحضرتك هنا بتروح تعمل السيمبل على الاصغر، لان انا بعكس، في حاله النيجاتيف بعكس. مستر ننزل مع بعض كده في سؤال اوردرنج بتوين فور نمبرز. حبيب قلبي حضرتك عينك كده على النمبرز، انا تلاقيت هنا في عندي 2 نيجاتيف نمبرز وفي عندي هنا 2 بوزيتيف نمبرز. دي من اسهل المسائل اللي هتقابلها في حياتك في الاوردرنج. حضرتك هنا هتاخد طبعا هو طالب هنا اسندنج، فهبدا بالسمولر الاصغر. طب مين الاصغر، البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ طبعا النيجاتيف نمبر هو الاصغر، فانا هاخد النيجاتيف 5 اوفر 8 على في الدرافت بتاعتي، وهنا نيجاتيف 7 اوفر 12، وهبدا اعمل كروس مالتيبليكيشن. هنبدا نقول يا مستر 8 تايمز 7 ايكوالز 56 طبعا بالنيجاتيف، و 12 تايمز 5 ايكوالز 60 طبعا بالنيجاتيف. لسه قايل لك انا بعكس، الصغير هو الرقم الايه؟ الكبير. فحضرتك هنا هنا النمبر الكبير ال 60، انا اسندنج ببدا بالسمولر بالاصغر، فانا هبدا بالنمبر اللي اداني نيجاتيف 60 اللي هو الكبير، اللي هو هيبقى نيجاتيف 5 اوفر 8. بعد كده مستر تبدا تكتب السكند نمبر اللي عندنا، اللي هو النيجاتيف الثاني اللي هو نيجاتيف 7 اوفر 12، يبقى انا هكتب هنا نيجاتيف 7 اوفر 12. مستر هبدا اروح للتو بوزيتيف نمبرز اللي عندنا اللي هو 3 اوفر 4 و2 اوفر 3، وهنبدا نعمل برضو كروس برودكت عادي، حضرتك هتبدا 2 تايمز 4 8، وطبعا 3 تايمز 3 جيفز اس 9، انا عايز الاصغر فهاخد النمبر الاصغر عادي اللي هو ال 8، والفراكشن بتاعنا هنا هو عباره عن ال 2 اوفر 3، واخر حاجه عندنا ال 9 اللي هي بتمثل لي بتعمل لي ريبريزنت ال 3 اوفر 4. مستر دي جزئيه الاوردرنج. تعالى نشوف مع بعض كده جزئيه ثانيه من الاسئله المهمه جدا واللي بتجي لنا في الامتحانات. سؤال بيقول لنا هنا فايند او رايت ايدنتيفاي فور راشونال نمبرز لايز بتوين 3 اوفر 2 اند 3 اوفر 4. حبيب قلبي في البدايه هنا مستر لازم اجيب الكومن دينومينيتور ليه؟ ال 3 اوفر 2 و 3 اوفر 4. فحضرتك هتبدا تكتب ادي 3 اوفر 2 وادي 3 اوفر 4، وهنبدا نجيب الكومن دينومينيتور بان انا هعمل كروس برودكت، هغير الدينومينيتورز بتاعتي. هنا كام 4؟ هيبقى هنا هروح للفيرست فراكشن وهعمل تايمز 4 اب اند داون، وهنا الدينومينيتور بتاعي 2 فهبدا اعمل تايمز 2 اب اند داون. مستر حضرتك هتبدا تجيب الريزلت بتاعت الفراكشن، بتاعت كل فراكشن من الفراكشنز اللي عندنا، قال لك 3 تايمز 4، 3 تايمز 4 جيفز اس
12. 2 times 4 gives us 8. The other side هنا هتبقى 6 over 8. مستر في جاب ما بين التو فراكشنز اللي عندنا، انا بقى عندي تو فراكشنز جداد، ايه هما مستر؟ بقى عندي هنا ال 6 اوفر 8 و 12 اوفر 8. طبعا هنا مستر اكيد في نمبرز لايز بتوين، فانا هنا مستر هبدا اعمل كاونتنج فروم ذا سمولر تو ذا جريتر، من الصغير للكبير يا حبيبي. طب مين الاصغر؟ ال 6 اوفر 8 ولا ال 12 اوفر 8؟ طبعا يا مستر ال 6 اوفر 8. طبعا هتجيب هتقول له ذا نمبرز ار، وتبدا تكتب الفراكشنز اللي هي اللايز بتوين، اللي هي افتر 6 اوفر 8 هتبقى 7 اوفر 8، 8 اوفر 8، 9 اوفر 8، 10 اوفر 8، وكمان ممكن اكتب له يا مستر ال 11 اوفر 8. كل دي نمبرز لايز بتوين. طب افرض يا مستر ما كانش عندي في نمبرز كتير في النص، حضرتك هتبدا تعمل له تايمز 10 فوق، تايمز 10 تحت، تايمز 10 فوق، تايمز 10 تحت، وتجيب الريزلت، هتبقى عباره هنا عن 60 اوفر 80 مثلا، وهنا يا مستر هيبقى عندنا 120 اوفر 80. وتبدا يا مستر تعد من الصغير للكبير، يعني تعد من افتر 60 61 62 63 64، جبت لك نمبرز كتير. مستر بيقول لك such that one of them is an integer. يعني ايه يا مستر انتجر؟ انتجر يعني هول. الله ده كلهم فراكشن يا مستر، مفيش واحد منهم يجي لك هول؟ لا في. مين يا مستر ممكن يجيب لنا هول؟ جاب لك هنا 8 اوفر 8، ال 8 اوفر 8 دي ممكن تبقى ايكوالز كام؟ 1 هول. يبقى ده يا مستر ال 8 اوفر 8 هو ده الانتجر اللي نقدر نقول عليه موجود لايز بتوين. مستر نركز مع بعض في مسائل السبستيتيود حبيبي، مسائل سهله جدا. فناخد بيقول لك هنا if a equals 3 b equals 5، وطالب منك ان انت تجيب الفاليو للفراكشنز اللي عندك ديت، وفي الاخر تحدد هل هي راشونال اور نوت. طب تعال نشوف مع بعض مستر. اول حاجه هنا عندنا قال لك a over 2b، طب ال a بكام؟ ال a ب 3 over 2b يعني 2 times ال b، طب b بكام؟ ب 5. نبدا نجيب البرودكت للدينومينيتور، طبعا 3 هتبقى 3 over 10، طبعا 3 اوفر 10 ده يا مستر هيبقى راشونال، ده هيبقى راشونال يعني بلونج تو كيو. اللي بعد يا مستر حضرتك هتبدا تعمل سبستيتيوت، البي بكام؟ البي ب 5 اوفر 3 ماينس الاي، يعني 3 ماينس 3 يعني 5 اوفر 0. ال 5 اوفر 0 دي تنفع؟ لا 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 ما تنفعش، يبقى حضرتك دي نوت بيلونج تو راشونال نمبر، نوت بيلونج تو راشونال نمبر. السؤال اللي بعده قال لك b ماينس ال 5، b ماينس 5 حضرتك هنا هتبدا تعمل سبستيتيود ال b ب 5 ماينس ال 5 اوفر a اللي هي 3، طبعا هتطلع يا مستر ب 0 اوفر 3 اللي هو ب 0. انا كتبته يا مستر 0 اوفر 3 يعني فراكشن اهو، يبقى ده موجود معايا في الراشونال نمبر. مستر كمل معايا، نروح للسن 3 adding and subtracting between rational numbers. تعال نبدا كده نتكلم عن الادنج. الادنج يا مستر هنا لما يكون عندنا common denominator زي a over b plus c over b، يعني زي مثلا 2 over 5 plus 1 over 5، حضرتك هتجيب الريزلت ازاي؟ مستر اول حاجه الاثنين في الدينومينيتور شبه بعض، نكتب ال 5 وتبدا تجيب السم للنيميريتور، هتقول 1 plus 2 gives us كام؟ 3. طب افرض ان انا عندي different denominator، حضرتك بتعكسهم cross product زي ما احنا لسه عاملين، زي ايه يا مستر؟ يجي يقول لك هنا 2 over 3 plus مثلا 2 over 5. هعملها ازاي؟ حضرتك اعكس ال denominators، هنا 5 يبقى انا هعمل times 5 up and down، وهنا نعمل times
للدينومينيتور اللي عندي هنا كام؟ هنا 3، يبقى تايمز 3 اب اند داون، وتبدا تجيب البرودكت وتجيب السم. طبعا هنا هتقول 2 تايمز 5 ايكوالز 10 والدينومينيتور 15. في الاذر سايد هنا مستر عندنا في عندنا 2 تايمز 3 6 والدينومينيتور هيبقى 15. بعد كده مستر هتجيب السم، طبعا هنطلع ال 15 زي ما هي في الدينومينيتور، وتبدا تقول يا مستر 10 بلس 6 ايكوالز 16، يبقى هنا 16 اوفر 15. مستر تعالى نروح للبروبرتيز اوف مالتيبليكيشن، هنروح للكلوجر. كلوجر يا مستر حضرتك اي تو نمبرز السم بتاعتهم هيطلع لي نمبر راشونال، لان اي نمبر انتجر هيطلع نقدر نكتبه في صوره فراكشن، واي صوره واي تو نمبرز فراكشنز اقدر اجيب السم بتاعتهم برضه هتطلع فراكشن. فالكلوجر يعني امر منتهي. نروح للكوميوتيتيف او كوميوتيتيف بروبرتي حضرتك التبديل. انا لما كنت باجي اقول لك كده في جريد 6 2 بلس 3 هي هي يا مستر 3 بلس 2، السم بتاعتنا هنا يا مستر هتطلع ايكوالز 5. طب الاسوشيتيف بروبرتي حبيب قلبي هنا الاسوشيتيف مثلا لما يبقى عندنا 3 ادد زي 2 بلس 3 بلس 5 كنا بنعمل ايه؟ كنا لو قلنا يا مستر ان انا اخدت الفيرست 2 ادد هتجيب السم بتاعتهم، هتلاقيها هي هي السم بتاعت ال 3 نمبرز، ذا سيم 3 نمبرز، بس انا هاخد اللاست 2 ادتس. مستر نروح مع بعض كده للاديتيف ايدنتيتي، الاديتيف ايدنتيتي او الاديتيف نيتورال اليمنت. الاديتيف ايدنتيتي يا مستر هو الزيرو، ولازم تحفظها، الاديتيف ايدنتيتي هو الزيرو، لان انا لو جيت قلت لك هنا 3 بلس الزيرو هتقول لي ايكوالز كام؟ ايكوالز 3 زي ما هي. مستر نروح لاهم بروبرتي، البروبرتي اللي معانا نركز بقى معاها اللي هي الاديتيف انفرس. الاديتيف انفرس اخذناها في جريد 6 ان انا بغير الساين، بغير الساين بتاعتنا. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو جه عندك هنا 3 طبعا الاديتيف انفرس هتكون نيجاتيف 3، لو جيت قلت لك هنا نيجاتيف 5 فالاديتيف انفرس هتكون ايكوال 5. طيب مستر تعالى نشوف مع بعض اكسرسايزز كده على الاديتيف انفرس والاديتيف ايدنتيتي وتعالى نطبق. مستر بيقول لك ذا اديتيف ايدنتيتي، طبعا يا مستر لسه قايل لك الاديتيف ايدنتيتي هو الزيرو. مستر بيقول لك ذا اديتيف انفرس، اول ما تسمع اديتيف وانفرس يبقى هغير الساين، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. هو ايه هنا؟ بوزيتيف، يبقى انا اطلعه واكتبه تاني واخليه نيجاتيف، يعني 3 سيفنس هنا هنخليها نيجاتيف 3 سيفنس. طب هنا جاب لك نيجاتيف 4 ناينز، حضرتك الاديتيف انفرس بتاعتنا هتبقى 4 ناينز. مستر خلي بالك في الاكسرسايز فوق جاب لك هنا في النيميريتور نيجاتيف والدينومينيتور نيجاتيف، طب انا لسه قايل لك نيجاتيف ديفايدد باي نيجاتيف يبقى بوزيتيف، يروحوا مع بعض يا مستر. يعني النمبر ده بقى عباره عن 6 اوفر 11، طالب منك الاديتيف انفرس، الاديتيف انفرس لل 6 اوفر 11 هيبقى عباره عن نيجاتيف 6 اوفر 11. نروح للسؤال بعد نمبر 5، بيقول لك the additive inverse of 2 over 3 to power 0. حبيبي دي لازم تحلها، خدنا الباورز او الكومبوننتس في جريد 6 سكند ترم وقلنا يا مستر اي حاجه باور 0 ايكوالز كام؟ 1. يعني يا مستر الكلام اللي قدامك ده ب1، طب هو عايز الانفرس بتاعت ال1، يبقى هنا حضرتك الريزلت هتكون نيجاتيف 1. نفس الطريقه يا مستر حضرتك هنا نيجاتيف 2 over 7 to power 0، خلي بالك البراكت بتاعك الاقواس بتاعتك جواها النيجاتيف، النيجاتيف مش بره. حضرتك هنا النمبر بتاعنا هيكون 1 والانفرس هنا مستر حضرتك هتبقى نيجاتيف 1. نروح للسؤال اللي بعده نمبر 7. في السؤال نمبر 7 هنا بيقول لك the additive inverse of the absolute value of 4 over 5. طب خلي بالك الابسوليوت بتشيل النيجاتيف، بتشيل النيجاتيف، يبقى اصبح ان النمبر اللي قدامي ده 4 اوفر 5 بوزيتيف. عايز اجيب الاديتيف انفرس يبقى انا هكتب الفراكشن واغير الساين، هيبقى عباره عن نيجاتيف 4 اوفر 5. مستر النمبر الوحيد اللي مالوش اديتيف انفرس او الاديتيف انفرس بتاعه بيكون هو هو ما بيتغيرش الزيرو. الزيرو يا مستر الاديتيف انفرس بتاعته هي هي الزيرو، لان ما فيش ديستانس بتوين الزيرو اند اتسلف. نروح طبعا دي مهمه جدا خلي بالك وذاكرها كويس.
نروح مع بعض يا مستر كده للبروبرتيز. تعال نشوف السؤال، بيقول لك use the properties of addition in Q to find result of. حبايب قلبي، هنا أول حاجة عينك عليها لما تيجي تشتغل على البروبرتيز الاديشن، عينك على الدينومينيتور. الدينومينيتور هنا كام؟ 8. طب مين عنده 8 كمان؟ اه يا مستر ده كمان عنده 8. شكرا حضرتك. انا هاخد التو فراكشنز دول جنب بعض وهشتغل عليهم. يبقى انا هنا هشتغل على الكوميوتيتيف. بروبرتي وهبدا ابدل، هاخد ال 5 اوفر 8 وهجيب جنبها ال 3 اوفر 8 واكتب الباقي لوحده. طب ايه اللي اتبقى لنا؟ هتبقى لك هنا نيجاتيف 3 اوفر 4 في اقواس كده في براكتس بلس ال 3 اوفر 4 اللي هي الثانيه. جميل جدا مستر. الخطوه الثانيه حضرتك انا جايبهم جنب بعض عشان اعمل لهم سولفنج. يبقى انا هعمل براكت للفيرست 2 وبراكت لللاست 2 وهتبدا تقول يا مستر انا استخدمت هنا الاسوشيتد او الاسوشيتد. طيب مستر حضرتك بجيب الريزلت بقول 5 اوفر 8 بلس 3 اوفر 8 طلعت 8 اوفر 8. في الاذر سايد هنا نيجاتيف 3 اوفر 4 بلس 3 اوفر 4، خلي بالك ده نمبر والاديتيف انفرس بتاعه. نمبر والاديتيف انفرس بتاعه يبقى السم بتاعتهم تطلع بزيرو. يبقى انا السم يا مستر طلعت بزيرو. خلي بالك انت انا لازم تقول له انا استخدمت الاديتيف انفرس. ليه يا مستر قلت الاديتيف انفرس حضرتك؟ لان يا مستر انا استخدمت فراكشن والانفرس بتاعه الساين بتاعتهم مختلفه. طيب مستر حضرتك 8 اوفر 8 دي اللي هي تعتبر 1، يعني الكلام ده عباره عن 1 بلس 0. طب 1 بلس 0 ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. ليه؟ اصل الزيرو ده هو الاديتيف ايدنتيتي، فانت لازم تكتب له هنا يا مستر جنب الكلام ده تقول له ده الاديتيف ايدنتيتي. طبعا الريزلت طلعت ل1 وال1 ده بيلونجز تو كيو اللي هو بيطلب الريزلت جواه. طبعا في الاخر خالص هتقول له كلوجر. سؤال تاني مستر، تعالى نروح مع بعض. جاب لك هنا فراكشنز، جاب لك هنا 5 اوفر 6 ده الاكس والواي ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر 3 وزد ايكوالز هاف، وطلب منك ان انت تجيب الفاليو للاكس بلس زد. طبعا ده سؤال سهل جدا، انت هتشيل الاكس يا مستر وتحط مكانها 5 اوفر 6. يبقى هنا مستر 5 اوفر 6 بلس الزد. الزد هنا بكام يا مستر؟ قال لك 1 اوفر 2، يبقى انا هكتب هنا 1 اوفر 2. مستر حضرتك الدينومينيتورز مختلفه، يبقى انا هبدا هعمل هنا طبعا ال 2 ممكن تبقى 3، 2 ممكن تبقى 6، فهعمل تايمز 3 اب اند داون عشان نخلي الفراكشنز هنا شبه بعض. بقت 5 اوفر 6 بلس 3 اوفر 6. مستر هتجيب السم هتطلع يا مستر 8 اوفر 6، وطبعا ال 8 even وال 6 even يبقى هعمل divided by 2 وهنا هعمل divided by 2 هتطلع يا مستر equals 4 over 3. السؤال اللي بعده قال لك هنا x plus y، هذاك ال x هنا عبارة عن ايه؟ 5 over 6 plus ال y، ال y عبارة عن negative 3rd. بنفس الطريقة مستر حضرتك هتبدأ تعمل times 2 up وداون عشان ال 3 ممكن تبقى 6 تايمز 2، فهتبدا تقول انا معايا 5 اوفر 6 بلس نيجاتيف 2 اوفر 6. طبعا دي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، يبقى انا هجيب الديفرنس واكتب الساين للاب. اول حاجه هنكتب هنا 6 وهنقول 5 ماينس 2 ايكوالز 3 وال 5 الاكبر بوزيتيف، يبقى انا الناتج بتاعي بوزيتيف. بس هنعمل ديفايد 3 اب اند داون لان التو نمبرز اللي عندنا دول كومن فاكتور بتاعهم 3 هتطلع 1 اوفر 2. نروح لسؤال تاني
مستر جايب لك هنا بيقول لك تشوز ذا كوريكت انسر، جايب لك هنا مستر 3 اوفر 4 بلس 50%. حبيب قلبي حضرتك ال 50% ديت يعني 50 اوفر 100، طبعا دي نقدر نجيبها بسرعه في الكالكوليتر، بتكتب 3 اوفر 4 بلس 50 اوفر 100، دي هتطلع بهاف مستر، هتلاقي الاجابه عباره عن 5 اوفر 4. نركز مع بعض في السؤال اللي بعده، يقول لك هنا في الاكسرسايز 2 subtract 1 fifth from 6 fifths. هنا طالب منك ان انت تشيل 1 fifth from 6 fifths. اتفقنا مع بعض يا مستر ان انا بكتب اللاست نمبر الاول، طبعا from دي لما بتشوفها انا هشيل من ال 6، وعايزك تشيل ال fifths من ال 6 fifths، يبقى انا هكتب ال 6 fifths في البدايه the greater، وهشيل منه يبقى ماينس لان دي سبتراكتنج ال 1 5. مستر هتطلع الاجابه هتلاقيها 5 اوفر 5، و5 ديفايدد 5 ايكوالز كام؟ 1. السؤال اللي بعده بنفس الطريقه مستر، حضرتك هتكتب الاول النيجاتيف 3 او النيجاتيف 4 اوفر 3 ماينس ال 1 اوفر 3. تعال نكتبها كده، ادي في الاول هكتب النيجاتيف 4 اوفر 3 ماينس ال 1 اوفر 3. مستر الاثنين نيجاتيف، هكتب النيجاتيف بره واجيب السم، ابدا اقول 4 بلس 1 جيفز اس ايه؟ 5. السؤال اللي بعده قال لك سبتراكت 1 7 فروم 0. مستر هتبدل، هتبدا بالزيرو ماينس ال 7. مستر 0 ماينس ال 7 هتطلع لك نيجاتيف 7، الاجابه هتكون لتر 7. مستر من الاسئله المهمه جدا ولازم تخلي بالك منها، بيقول لك 3 5 بلس كام ايكوال 0؟ لسه قايل لنا يا مستر واحنا بنشتغل على البروبرتيز، حضرتك اي نمبر بلس الاديتيف انفرس بتاعه يدي لك 0. فحضرتك هنا ال 3 5 عشان تطلع لك الناتج ب 0 لازم اعملها بلس الاديتيف انفرس بتاعها، 3 اوفر 5 زي ما هي معاها نيجاتيف. السؤال اللي بعده اكس ب 2 واي ب 3 زد ب 4، وطالب اكس اوفر واي، x over y، x بكام؟ ب2. over y، y بكام؟ ب3. minus z over x، طب ال z بكام؟ 4. over x بكام؟ ب2. مستر حضرتك هنا هتبدا ممكن تحلها في الكالكوليتر، وتعالى اوريك منتال بتحلها ازاي. طبعا هنا 2 و3 consecutive numbers فمش هيبقى في common factor، فهنعمل times 3 هنا وتايمز 3 هنا وهنا تايمز 2 وهنا، حضرتك هتعمل تايمز 2، هتجيب الفيرست فراكشن هتلاقي 2 تايمز 2 ب 4 و2 تايمز 3 6 ماينس 3 تايمز 4 12 و2 تايمز 3 6، هات الديفرنس، طبعا دول واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، يبقى هعمل ماينس 12 ماينس 4 ايكوالز 8 اوفر 6، ومين الاكبر 12 ولا ال 4؟ لا ال 12، الساين بتاعت ال 12 اهي نيجاتيف، يبقى نكتب النيجاتيف. مستر حضرتك فوق 8 اوفر 6 دي هي هي 4 اوفر 3 لما تعمل ديفايدد باي 2. مستر الريزلت بتاعتك هتكون نيجاتيف 4 اوفر 3. تعال نروح لليسن 4، اخر ليسن معانا النهارده مالتيبلاينج اند ديفايدنج راشونال فاليو. طبعا هنا مستر حضرتك مالتيبلاينج، طبعا البروبرتيز ندخل عليها بسرعه. قبل ما ندخل على البروبرتيز تعالى افكرك بالرولز بتاعتنا، لما نيجي نعمل تايمز ما بين بوزيتيف نمبر وبوزيتيف نمبر طبعا الاجابه هتكون بوزيتيف. ازاي يا مستر؟ لما نيجي نقول هنا 2 تايمز 3 حضرتك بتقول لي ايكوالز 6. طب لو جيت قلت لك هنا نيجاتيف نمبر تايمز نيجاتيف نمبر، الريزلت بتاعتنا هتطلع ايه؟ حضرتك هتطلع بوزيتيف. زي ايه؟ لما اجي اقول لك هنا نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3 الريزلت هتكون بوزيتيف 6. ليه؟ نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف. طب لو واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف، حضرتك لو جبت لك بوزيتيف نمبر تايمز نيجاتيف نمبر مختلفين في التايم اكتب النيجاتيف. يبقى انا مستر زي ما اجي اقول لك هنا نيجاتيف 2 تايمز 3 الريزلت بتاعتك بكام؟ تطلع بنيجاتيف 6. تعالى نتكلم على البروبرتيز. البروبرتيز عندنا هنا مستر اول حاجه كلوجر، خلاص امرها منتهي ان اي نمبر الريزلت بتاعته موجوده في الراشونال فهتكون كلوجر. الكوميوتيف عندنا هنا التبديل يا مستر،
او الكوميوتيتيف حضرتك هنا زي 2 تايمز 3 هي 3 تايمز 2. الاسوشيتيف اللي هي مستر حضرتك لما تيجي تعمل تايمز ما بين 3 نمبرز، لو اخذت الفيرست 2 او اخذت اللاست 2 حضرتك الناتج هيطلع واحد. المالتيبليكيتيف ايدنتيتي، المالتيبليكيتيف ايدنتيتي خلي بالك منه هو ال 1، وفرق ما بين الاديتيف ايدنتيتي اللي هو كان 0 وهنا المالتيبليكيتيف ايدنتيتي اللي هو الايه؟ ال 1. ودي الصوره بتاعته، ان انت يا مستر مثلا بيدي لك a تايمز نقط ايكوالز a، حضرتك بتكتب ال 1 وتقول له ده انا عملت مالتيبلاي مع ال 1، فده مالتيبليكيتيف ايدنتيتي. مستر المالتيبليكيتيف انفرس فرق بقى ما بين الاديتيف انفرس، الاديتيف انفرس بغير الساين. مالتيبليكيتيف انفرس حضرتك بتجيب الريسيبروكال، ايه الريسيبروكال ده؟ المقلوب بتاع الفراكشن. المقلوب بتاع الفراكشن زي ايه؟ لما يجي يقول لك هنا 2 اوفر ال 3 عايز اجيب الانفرس المالتيبليكيتيف انفرس بتاعتنا. المالتيبليكيتيف انفرس هنا مستر هتبقى عباره عن ايه؟ حضرتك هي عباره عن 3 اوفر 2. طب افرض ان النمبر اللي كان معايا هول زي مثلا 2 عايز اجيب الانفرس بتاعته المالتيبليكيتيف انفرس، حضرتك اعتبر 2 دي 2 اوفر 1 وابدا اشتغل هتطلع 1 اوفر 2. طب افرض يا مستر بقى ان النمبر اللي عندي 0، حضرتك لو اعتبرت ان هو 0 اوفر 1 وجيت تجيب الانفرس هتلاقيه 1 اوفر 0، وده كونديشن مرفوض، انا مفيش حاجه عندي في الدينومينيتور ايكوال ايه؟ الزيرو. فبالنسبه لنا هنا مستر الزيرو هاز نو مالتيبليكيتيف انفرس، خلي بالك من النقطه دي. شباب نروح للديستريبيوشن او ديستريبيوتيف بروبرتي. حضرتك هنا خاصيه التوزيع، احنا كنا اخدنا في جريد 5 في جريد 6 ان احنا مثلا عندنا a تايمز براكت، فانت بتبدا تقول ال a دي هعملها تايمز الفيرست نمبر، بعد كده هتقول ال a دي هعملها تايمز السكند نمبر. طبعا دي مهمه جدا بشتغل عليها كتير جدا السنه دي والسنه الجايه، ركز عليها. مستر هتبدا تقول a تايمز a ده اول حاجه بلس a تايمز c، يعني a تايمز الاولين a تايمز الثاني وبينهم البلس او الماينس اللي مكتوب هنا، في بلس فتكتب في النص بلس، طب هنا كان عندي ماينس يبقى تكتب في الميدل هنا ماينس. مستر تعالى ننزل مع بعض كده نشتغل شويه كومبليت، بيقول لك ذا مالتيبليكيتيف ايدنتيتي، مالتيبليكيتيف ايدنتيتي اوف راشونال نمبر طبعا از ال 1، المالتيبليكيتيف انفرس اوف 3 اوفر 7 طبعا هتشقلب هتبقى عباره عن 7 اوفر 3. مستر ذا مالتيبليكيتيف انفرس اوف نيجاتيف 4 اوفر 9، اوعى تقول لي بوزيتيف 4 اوفر 9، خلي بالك ده مالتيبليكيتيف، المالتيبليكيتيف اللي هو عكس التايمز ديفايد، يبقى انا مستر هجيب الريسيبروكال يبقى هنا النيجاتيف ثابته، وابدا اجيب الريسيبروكال اللي هو عباره عن 9 اوفر 4. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا مالتيبليكيتيف انفرس اوف ذا نيجاتيف 6، طبعا النيجاتيف 6 دي تعتبر نيجاتيف 6 اوفر 1، فانت هتبدا تكتب النيجاتيف وتقول 1 اوفر 6. مستر بيقول لك ذا مالتيبليكيتيف انفرس اوف 0.5، حبايب قلبي 0.5 اكتبها في الكالكوليتور وهاتها في صوره فراكشن دوس اس دي هتلاقيها 1 اوفر 2، نجيب الانفرس بتاعتنا هتبقى 2 اوفر 1 اللي هي 2. ذا مالتيبليكيتيف انفرس اوف نيجاتيف 1، النيجاتيف 1 الانفرس بتاعتها ايه؟ اول حاجه اكتب النيجاتيف وحضرتك 1 اوفر 1 هبدلهم ما هم يبقى نيجاتيف 1 زي ما هي. نروح للاكسرسايز 9، جاب لك هنا مستر بيقول لك ذا مالتيبليكيتيف انفرس اوف نيجاتيف 3 اوفر 5 تو باور 0، نيجاتيف طبعا هنا جوه الاقواس، طبعا الكلام ده كله يا مستر اي حاجه باور 0 بكام؟ ب 1، وهنجيب الانفرس لل 1 هينزل زي ما هو 1، يبقى الاجابه هنا مستر هتبقى 1. بيقول لك the rational number a minus 1 over 5 has a multiplicative inverse if a not equal، وهتقول لي 0. ليه يا مستر؟ انا المفروض ان النيميريتور ده ما ينفعش يبقى بزيرو كله مش الاي بس، يبقى انا مستر اللي فوق ده ما ينفعش اللي يبقى بزيرو، ليه؟ اصل لو طلع زيرو مش هيبقى ليه مالتيبليكيتيف انفرس، فانا يا مستر هنا ايه اللي يخلي لي ده بزيرو؟ ان انا اشيل الاي واحط مكانها كام؟ 1، لان 1 ماينس 1 ايكوال 0، الاي هنا ما ينفعش تبقى ايكوال 0. مستر تعالى نتكلم مع بعض شويه على البروبرتيز واشكالها. مستر جاب لك هنا نيجاتيف
half times 2 over 3 equal 2 over 3 times negative half. طبعا هنا مستر ده تبديل، انت هتكتب commutative او commutative وكمل. مستر المسألة اللي بعدها جاب لك هنا negative 3 over 7 times negative 7 over 3 equals 1. انا ماليش دعوة بال 1، ما تبصش عليه. انا عملت تايمز مع مين؟ حضرتك انا عملت تايمز مع الريسبروكال، يبقى انا هنا مالتيبليكيتيف انفرس، يبقى انا هنا مالتيبليكيتيف تكملها انفرس. مستر السؤال اللي بعده ما تستعجلش وتقول اسوشيتيف، حضرتك هنا هو مبدل، خلي بالك ده فاكتور كان في الاول راح بقى فين؟ في الاخر، فدي هتبقى برضو كوميوتيتيف، دي هتبقى كوميوتيتيف. المساله اللي بعدها 5 اوفر 4 تايمز 1 ايكوالز 5 اوفر 4. طبعا انا عمال ماليش دعوه بالريزلت، انا ليه دعوه بالفاكتور تاني، انا عملت تايمز مع مين؟ مع ال1. طب ال1 ده ايه؟ حضرتك ال1 ده بالنسبه لي يعتبر المالتيبليكيت، سوري المالتيبليكيتيف ايدنتيتي، المالتيبليكيتيف ايدنتيتي او المالتيبليكيتيف نيترال ايليمنت. خلاص مستر 0.8 تايمز 0 ايكوال 0، طبعا دي 0 بروبابيلتي، طبعا دي 0 بروبابيلتي. تعال نبدا نحل كده مع بعض يا مستر. السؤال بيقول لك يوز ذا ديستريبيوشن بروبرتي تو فايند ذا فاليو. حبايب قلبي هنا انت في الديستريبيوشن بروبرتي احنا اتفقنا في السيشن ان انت بتاخد الكومن فاكتور منهم هما الاثنين، يعني هنا عندنا لازم يبقى كله اولا معاه باي، هنا معانا باي اهي وهنا في باي اهي، فانت تشوف ايه الكومن فاكتور. اتلاقيت يا مستر ال 5 اوفر 12 عندهم هما الاثنين، فاحنا هنبدا ناخد ال 5 اوفر 12 كومن مع الباي، ادي ال 5 اوفر ال 12 باي، وتفتح براكت وتكتب اللي اتبقى، ايه اللي اتبقى لنا؟ 3 بلس 9. طب 3 بلس 9 بكام؟ ب 12، يبقى هنا مستر بقت عباره عن 5 اوفر 12 تايمز 12، طبعا ال 12 هنكنسلها مع ال 12 هيتبقى لنا 5. السؤال اللي بعده قال لك 4 over 9 times 11 plus 4 over 9 times 16. مستر الكومن فاكتور هنا عندنا 4 over 9، وهنا الكومن فاكتور عندنا 4 over 9، هناخدهم كومن هيبقى 4 over 9 times open bracket واكتب اللي اتبقى لك، اتبقى لي هنا 11 وهنا ايه؟ plus هنا 16. هتجيب السم يا مستر هتطلع عبارة عن 4 over ال 9 times 27. هتعمل السمبليفاي يا جميل، هتلاقي الريزلت دي طلعت معاك 12. السؤال اللي بعده جايب لنا هنا مستر 4 times 8 over 17 plus 9 times 8 over 17 plus 4 times 8 over 17. مستر هنا 8 over 17، هنا 8 over 17، هنا 8 over 17. هناخدهم common بالتايمز بتاعتهم، يبقى هنا ال 8 over 17 times open bracket عندنا أول term 4، second term 9، third term 4. تبدأ تجيب ال sum لل bracket، البراكت ده تحله الأول وتجيب السم 4 و 4 8، 8 plus 9 17، بقت يا مستر عبارة عن 8 over ال 17 times 17. طبعا ال 17 مع ال 17 هنكنسلهم هيتبقى لنا 8. السؤال اللي بعده مستر 6 over 37 times 6 over 37 times 6 over 37، الكلام ده كله هناخده common. عندنا 7 plus 5 plus negative 11. مستر هتجيب السم للكلام ده 5 و 7 12، 12 minus 11 هتطلع ب 1، يبقى مستر هنا هتطلع 6 over 37 times 1، والكلام ده كله هيطلع ب equals 6 over 37.
السؤال اللي بعده جايب لنا هنا يا مستر في الاكسرسايز 5، قال لك 4 over 5 times 13 minus 4 over 5 times 22 plus 4 over 5 times 9. طبعا واضح جدا ان احنا يا مستر ال 4 over 5 common، فهنبدأ نكتب 4 over 5 times open bracket، اكتب ال first term اللي هو 13 minus ال second term اللي هو 22 plus ال 9. هنبدأ نقول 4 over 5 times، هنحل البراكت ده كله، طبعا هتلاقي نفسك 13 plus 9 equals 22، 22 minus 22 هتطلع ب 0. يبقى يا مستر هنا هتبقى عباره عن 4 over 5 times 0، اي حاجه times 0 equal ايه؟ 0. نركز بقى مع الاكسرسايز الاخير معانا، هنا جايب لك 7 over 13 times 6 plus 7 over 13 times 8 minus 7 over 13 بس. مستر علشان تحل مسألة فيها ديستريبيوتيف بروبرتي لازم كله يكون عنده تايمز، ده عنده تايمز، ده عنده تايمز، ده ما عندوش. فأنا هنا مستر هتبدأ إن أنت تحط لنفسك التايمز هنا، طب تايمز إيه؟ حضرتك تايمز 1 اللي هو المالتيبليكيتيف أيدنتيتي عشان ننزل لي نفس الفراكشن ما تغيرش الفاليو بتاعته. مستر الخطوة اللي بعدها حضرتك هتبدأ تاخد الكومن، الكومن هنا واضح جدا هيبقى 7 اوفر 13 وهنا 7 اوفر 13 وهنا مستر 7 اوفر 13. ادي 7 اوفر 13 كومن تايمز اوبن براكت، اول حاجه عندنا كام؟ 6 بلس ايه اللي بعده؟ 8 ماينس 1. مستر حضرتك هتبدا تعمل سولفنج البراكت، طبعا ال 7 اوفر 13 هتنزل تايمز هتقول 6 بلس 8 14 ماينس 1 هتطلع ب 13. مستر 13 هتتكنسل مع 13 هيبقى لنا 7. مستر تعالى نراجع مع بعض شويه على البروبرتيز اللي عندنا. مستر هنا طالب كومبليت وتقول له ذا نيم اوف بروبرتي، البروبرتي هنا عندنا اسمها ايه؟ حبيب قلبي هنا في البدايه طبعا الميسنج فاكتور، انا واضح عندي هنا النيجاتيف 4 اوفر 5 مكتوبه ف 3 اوفر 2 مش موجود. طب ايه اللي حصل هنا يا مستر؟ انا بدلت الاماكن، فحضرتك تبدا تقول له انا استخدمت الكوميوتيف. مستر قال لك هنا 2 اوفر 3 تايمز 3 اوفر 2، طبعا هتكنسل مننا 3 مع 3 وال 2 مع 2 فهيتبقى لنا 1. طب انا عملت تايمز مع مين؟ انا عملت تايمز هنا يا مستر مع الانفرس، يبقى انا هتكتب له هنا مالتيبليكيتيف انفرس. السؤال اللي بعده قال لك 7 تايمز كام اوفر 7 يديني 1؟ طبعا هنا ال 7 هتروح على ال 7 فطبعا هتقول له هكتب هنا 1. اوعى تطلع بره وتستعجل وتقوم قايل له مالتيبليكيتيف ايدنتيتي. ليه يا مستر؟ اصل انا هنا عملت تايمز مع مين؟ مع ال 1 اوفر 7. ايه ال 1 اوفر 7 دي؟ دي حضرتك برضو المالتيبليكيتيف انفرس. هتكتبها تاني هنا. نيجاتيف 4 اوفر 5 تايمز كام يدينا نيجاتيف 4 اوفر 5؟ طبعا تايمز 1. هنا بقى اقول لك اكتب مالتيبليكيتيف ايدنتيتي، يبقى انا هنا هنكتب مالتيبليكيتيف ايدنتيتي. مستر ننزل مع بعض كده لاخر سؤال معانا النهارده. يقول لك هنا مستر if x equals negative third y 3 fourths z negative 3 find the value of each of the following. جاب لك هنا x y z، حبيبي يعني ايه x y z؟ دي معناتها x times y times z. ابدا اعمل substitute ال x بكام؟ ب negative third times الواي، الواي بكام؟ 3 fourths times الزد، الزد بكام؟ بنيجاتيف 3. حضرتك طبعا هتكنسل 3 مع 3 والنيجاتيف مع النيجاتيف هيبقى لنا يا مستر 3 fourths. مستر قال لك اكس واي بلس واي زد، اكس واي يا مستر يعني ايه اكس واي؟ يعني اكس تايمز الواي بلس واي زد، يعني ايه واي زد؟ يعني واي تايمز زد.
مستر حضرتك هتبدا تعمل سبستيتيوت للاكس بنيجاتيف 1 اوفر 3، ادي النيجاتيف 1 اوفر 3 تايمز الواي، الواي اللي هي ب 3 اوفر 4 بلس ال4، الواي بكام؟ ب 3 فورث برضو تايمز الزد، الزد بكام؟ بنيجاتيف 3. هنبقى هنبدا نشتغل طبعا الفيرست تو نمبرز مع بعض واللاست تو نمبرز مع بعض. هتبدا تجيب البرودكت، طبعا هتطلع لك الفيرست تيرم هنا بنيجاتيف فورث، هتقول هنا 3 هتروح مع 3 بقى لك نيجاتيف 1 4 وتحت فورث طبعا بلس هنا النيجاتيف و9 اوفر ال4، الفور هتنزل زي ما هي وهتعمل ملتبلاي لل 3 و 3 بقى تطلع ب9. بس حضرتك الاثنين نيجاتيف يبقى انا هكتب النيجاتيف وابدا اجيب السم، هتبدا تكتب الدينومينيتور ادي ال4 1 بلس 9 10 في سمبليفاي، هعمل ديفايد 2 فوق وديفايد 2 تحت ادي النيجاتيف و 10 ديفايد تو 5 4 ديفايد تو ايكوالز 2. طيب قال لي نكون هنا وصلنا للريفيجن للنهاية، في الريفيجن معانا لنهايته. إن شاء الله نتقابل في الريفيجن تاني. مع السلامة.